Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Mutiara Yanu Aristin. Adrusu fil madrasati mutawasitati Muhammadiyah di Balong Panggang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liudrahu aladin kulli wa kafabilahi أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الحذيرون الكرام هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا لأما كثيرة منها نعمة الإيمان والإسلام وكذلك نعمة الصحة والأفية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك صلاة والسلام دائمين ودلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أيها الحذيرنا الكرام وفي هذه المناسبة المباركة سألقي لكم خطبة قصيرة بالموضوع أن طلاب العلم أيها الحذيرنا الكرام اعلموا ايها الاخوات والاخوات ان طلاب العلم واجب وفرد عين على كل مسلم ومسلمات سواء كان ذكرا او نساء صغيرا او كبيرا كما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طلاب العلم فريضة على كل مسلم ايها الهدير الكرام ومن هذا الحديث الشريف نستطيع أن نستنبط بأن العلم أمر مهم في حياتنا، نحن من الإنسان قد أخربه الله لنا الأكل، حتى نستطيع أن نتصور صائر المخلوقات، هو الذي يفرق بيننا وبين الحيوان وحتى الملائكة والجن وغيرهم، وبالعلم أيضا فضل الله بني ادم بألو درجات ولا على غيرهم. أيها الحديثون الكرام، إذا تحدثنا عن التعليم في إندونيسيا، فهناك بطلا هو الشيخ أحمد دهلان، لماذا؟ لأنه معلم للأمات الشيخ أحمد دهلان هو مؤسس المحمدية، معروف بأنه مؤسس التعليم. الحديثة في اندونيسيا اول مدرستي اسسها احمد دهلان كانت مدرستي ابتدائيه دينيه اسلاميه في كومان كارتا ايها الهديرنا الكرام وفي محمديه نتعلم في مدارس المحمديه اي اننا نتعلم دروسا دينيه ودروسا اماتي فلذلك لا تترددوا في محمدية لأننا نتعلم أن نحب الإسلام نون والقلام وما يسترون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته